السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعي قناه الطبخ المغربي سيداتي، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد ووصفه جديده. نتمنى تلقاكم لا فيديو ديال نهار اليوم بكامل الصحه وعافيه. وانتم كتشوفوا في لا فيديو، مرحبا بكم معايا اليوم في وصفه جديده كما كتشوفوا امامكم وكما كتشوفوا في العنوان ديال لا فيديو. لي كاب كيك رائعين بزاف بزاف، فرحي بمولداتك هكا يديو في الحفل مثلا كما انا شاركت معكم، او كتستعمليهم هكا يبقى يديو معاهم المدرسة. كيجيو رائعين هشاش، كيجيو بحال دي براونيز رائعين كما شفتوا في العنوان بالبنان او الموز، كيجيو خطيرين بزاف وخفاف والاهم انهم صحيين. كتعرفي وليداتك اشنو كلاو، واخا نقدروا نقولوا 50% صحيين حيت الدقيق اللي استعملنا ما درناش دقيق كامل، درنا غير دقيق ابيض، ولكن حتى الا كان عندك دقيق كامل ممكن انك تستعملي بهم. يلا نبداو على بركة الله الوصفة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه هنايا عندي بنان، جوج د الموز موزات. الا كان عندك طيبين مزيان راه من احسن، من الافضل انك تختاري دوك اللي كيكونوا طايبين مزيان، كيكونوا مزيان هكا في ساعه كيسالوا لك المهم، وكيكون حتى نسبه الحلاوه كتكون عاليه فيهم. علاش؟ حيت حنايا هاد لي كاب كيك غادي نديرو فيهم السكر قليل. هنايا الوليدات بسلامتهم كياكلوا السكر بزاف، هنايا غادي نحاول ندير سكر قليل. وصراحه ملي تناولت هاد لي كاب كيك بحال درتي فيهم القياس ديال الكيكه اللي كنستعملو دائما مع هاد الحلاوه ديال البنان كما قلت لكم، ومع داك شويه ديال السكر جات هي هذيك. هنايا غادي ناخذ داك جوج ديال الموزات غادي نديرهم بحال هكا، غنديرهم هكا باش كنخلي شويه داك الطريفات فيهم، باش ملي كطيب هكا ديك لي كاب كيك ديالنا كي كتلقايها داك كتلقايها اسفنجيه وكتلقايها بحال هكا سالده بحال برونيز تقريبا بحال هكاك. صافي هنايا غادي ندير لهم بحال هكا غير بفرشات ونخليهم جانبا ونمروا باش نوجدوا الخليط ديال الكيك ديالنا. ناخذ اناء جوج بيضات بدرجه حراره المطبخ، وضروري هنا تستعمل واحد الاناء صغير. هنايا صراحه انايا غير كنت زربانة شويه وهكا فقصت البيضات غير بحال هكاك، ضروري تستعملوا بواحد الاناء باش الا كانت شي بيضه فاسده ما يخسرش ليكم هكا الخليط وهادشي. صافي هنايا شويه الملح ضروري باش نعزو النكهه ديال الكيك، وغادي نستعمل شوفوا شحنايا ديال شحال ديال السكر تقريبا. الا قلت لكم هنا جوج معالق كبار ديال السكر اللي استعملت فقط، وجات جاو لي كاب كيك هما هادوك. راه المقادير اللي عطيتكم هنايا راه بحال المقادير ديال الكيكه اللي كتستعملي عاديه. غادي نطرب مزيان داك البيض وداك السكر كما كتعرفوا باش كيعطينا الكيك باش كيجي طالع سفلي، كنطلعوا داك الخليط مزيان حتى كتحصلوا على داك اللون كيكون هكا غادي لك البيضيه او الصفوريه، هناك الصفر غامق كيبقى غادي الاصفر فاتح اللون. الا ما عندكش طراب هكا كهربائي ممكن كتستعمل طراب يدوي. صافي هنايا غندير كاس الا ربع، نفس الكاس اللي عبرت به السكر عبرت به هنايا هذا، وما عمرتش الزيت. الزيت هنايا درت غير كاس الا ربع تقريبا في النص ديال الكاس ديال الزيت. وغنعاود نطرب. هنا غادي يكون عندنا ياغورت. انا صراحه دائما لي كيك ديالي كيعجبني نستعمل لوغو ديال البنان، كيجيني صراحه زوين. حتى الا عندك فريز، الا عندك فاني، حتى الا كان عندك ياغورت هكا طبيعي ممكن انك تستعملي غير باش يجي داك الكيك كريمي هكا. صافي غادي نضيف داك الياغورت كامل او الزبادي بالنسبه للدول العربيه اللي كيشاهدوني، تحيه للدول العربيه والمغاربيه والدول الاوروبيه والامريكيه. شكرا على التفاعل ديالكم معايا في القناه، كنشكر مع لي جيم وكنشكركم على المشاركه ديالكم ولهلي خطيكم، وان شاء الله مزيد من التقدم في القناه. صافي هنايا غادي نطرب هكا نطرب القناه نطرب الكيك ديالي هكا صافي، وغادي نضيف داك جوج ديال الموزات. وهنايا غادي ندير واحد شويه ديال النكهه، غادي ندير واحد الكيس ديال سكر فاني. هنا الوزن ديالو 7.5 غرام. ما عندكش سكر هكا ممكن الا عندك ليكيد حتى هو استعمليه، او الا ما بغيتيش ديري مثلا. حنا راه كنا درنا هنايا درنا هذاك ياغورت بالنكهه ديال الموز، ودرنا الموز راه حتى هو راه كيبقى الطعم ديالو غير ديال الموز صراحه. الا ما بغيتيش تستعملي فاني لا داعي. غادي نطرب المقادير، المهم الاهم هو انك تطربي السكر والبيض كما كتعرفوا في الكيك. هنايا راه بامكاني انني نحيد الطرب الكهربائي، ولكن غير ملي كان حدايا قلت صافي غنكمل به حتى نضيف الدقيق، وديك الساعه نحيدو. صافي هنايا
كملت غنحيد الطراب الكهربائي وغادي نضيف هكا الدقيق نفس الكاس اللي عبرنا به دائما. غنضيف جوج ديال الكؤوس ديال الدقيق ابيض. يمكن لك كما قلت لكم في اول فيديو تستعملي هنايا دقيق كامل باش يكون هاد لي كوب كيك 100% منزلي وصحي لوليداتك، صراحه رائع. كنضيف هنايا جوج اكياس ديال خميره فوريه، عفوا خميره الحلوى، بوزن ديالهم 8 غرام، بمعنى المجموع 16 غرام اللي في هاد الاكياس بجوج، 8 غرام في كل كيس. غادي نضيفهم، انا كنت عارفه المقادير هكا ضفت نيشان جوج كؤوس ديال الدقيق، وعاوتاني الدقيق راه كل دقيق وهو كي اللي كيتشرب بزاف كي ما كيتشربش. انا كنت عارفه بان غادي ياخذ هكا جوج كيسان بالضبط. صافي، وهنايا غادي نضيف هنايا الكيك ديالنا الكب كيك كما شفتوا بني، غادي نضيف كاكاو. هنايا كاكاو صراحه مر، ما فيهش السكر نهائيا، ضفت واحد الملعقه كبيره. وفي الاخير غادي نضيف ثاني واحد شويه، بان لي اللون ديالو هكا بني فاتح شويه، بغيتو يكون شويه بني غامق باش يجيوني داك لي كب كيك هكا كحلين هكا، باش يبان لينا بان هذا الشوكولاته مزيان. كما قلت لكم هلا ماشي ديال السكر، غير كاكاو مر، نوعية جيدة. غادي نخلط هكا الخليط، كنخلط غير هكا خلاط يدوي عادي، وجوج كؤوس ديال الدقيق كافيين لهاد الكمية اللي استعملت معكم. كتشوفوا داك الطريفات ديال البنان كيكونوا هكا كيبانوا لينا هكا ملي كنبداو نخلطوا. هذا هو الهدف، انك تخلطي داك البنان ديري غير بلا فورشيت باش يبقاو داك الطريفات ملي كيطيب هكا في الكيك كيجي هكا معلك. هنايا كما شفتوا اللون ديالي ديال الكيك شويه فاتح، غادي نضيف شويه ديال الكاكاو باش نعزز اللون اكثر. ممكن انك تكتفي بدون اضافه الكاكاو، غير كتعرفوا الوليدات كيبغيو الشوكولاته، ايوا حبينا نديرو اليوم بحال هكا. وصراحه جات رائعه، جات بنينه 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 بزاف. داك النكهه ديال البنان في الزبادي ديال البنان زائد داك البنان اللي درنا هكا عطاه واحد الكيك صراحه راه طاقي طاقي بزاف. وكما قلت لكم الا بغيتو تعزو ويجي صحي اكثر اكثر، صراحه ما كانش متوفر عندي الدقيق الكامل، اما كنت غادي نديرو بالدقيق كامل كتجي رائعه، ما كاينش حتى شي فرق نهائيا، بالعكس هذه ديال الدقيق كامل تيجي مزيان. شوفوا هنا كنحاول نكتب شكل 8 او رقم 8، ملي كتبداي تكون لك داك الرقم 8 بمعنى بان الخليط ديالك راه الدقيق ديالو كافي، ما تزيديش مازال. عندي هنايا داك الصحن ديال لي كاب كيك، فرشت لي داك القوالب ديال لي كاب كيك وكنبدا هكا نحط الخليط ديالي. انا في الاول استعملت غير ملعقه واحده، ملعقة واحدة عامرة هكا كبيرة راه كافية، ولكن انا بغيت يكونوا شوية طالعين. في الاخير ضفت ملعقة ونصف. الا كان عندك مثلا صحن اخر ديال لي كاب كيك، انا كان متواجد عندي غير هذا، راه ممكن يوجد لك حتى جوج ديال الصحون هكا ديال لي كاب كيك، بمعنى هنايا شحال عندنا 12، بمعنى ممكن توجدي 24، من 20 حتى 24 قطعة ديال لي كاب كيك. انا كان متوفر عندي هذا، صافي استعملت غير هذا وزفت ضفت هكا ملعقة ونصف كل هكا قالب باش تجيني هكا شوية طالعة. والفرن سخنته على درجة حرارة من 160 حتى 170. صراحة حتى قررت نكمل هكا الخليط هكا وسخنت الفرن ديالي. كاين انا بعد المرات كنحط الكيك ديالي واخا الفرن كيكون بارد، الكيك دائما واخا تحطي في الكيك في فرن بارد راه كيطلع صراحة، خصوصا هكا الفرن ديال الغاز هاد النوع ديال الكيك عادي. صافي هنايا كما قلت لكم راه ضفت هذيك نصف ملعقه في كل قالب، وكان شاط لي واحد شويه ضفته في واحد المول هكا ديال واحد المول لي مول صغار، ما وريتوش لكم حيت نسيت ما صورتهمش. صافي هنايا الكيك ديالي من بعد ما طابو تقريبا كيعطي واحد رائحه زوينه في الدار، تقريبا بين 20 دقيقه هكا غادي يطيبوا لكم، حيت كما كتشوفوا الكميه صغيره وكل قالب راه كيطيب في ساعه. صافي هنايا كما كتشوفوا، شوفوا الطراوه ديالها، شوفوا كيفاش كنضغط عليها وكترجع النكهه ديال النار، كانت ساخنه بزاف بزاف. وهنايا غادي نستغل الفرصه، ما حدا باقي الله خارجه من الفرن باقي سخونه كزينه. انا ما بغيتش نذوب الشوكولاته وندير خطوط، ما بغيتش داك اللي كاب كيك يجوني حلوه بزاف، انا كنتفادى السكر بزاف حيت كما كتعرفوا الشوكولاته كتكون حتى هي حلوه،
هما باقين سخان، كناخذ هاد الحكاكه وكنبدا نحك شويه داك الشوكولاته من الفوق شويه، نعطيها غير كزينه. ممكن انك ديري اليوم داك لي فيرميسيل هكا كحلين، او دوك الالوان، او دوك ديري داك لي بيبي شوكولا في الاول ترشيهم بيوم اللي انت حره. انا اكتفيت غير بحال هكا، كنت في الاول بنحطهم غير سامبل ساعه، قلت لا ضروري ندير شويه زينه هكا. جو صراحه رائع. دوك الشوكولاته راه ماشي مشكل، واخا كتشوفوها ان دارت على داك الصحن راه عادي، راه غادي تزول بكل سهوله، مي غادي تبرد. هنا كتشوفوها بحال كتجيب بحال الكوك، وكيلصق صراحه، لصق تبت على داك اللي كاب كيك. صافي هنايا كانوا كاملين واجدين وجو رائع. نشوفوا دوك الشوكولاته تبتات صراحه بحال هكا، احسن هذه الطريقه، احسن بحال ضفتي الكوك، وهي غير شوكولاته بيضاء. حيت الكوك الا بغيتي ديريها فوق منها ضروري خصك تدهنيها بالعسير ولا كونفيتور. حنايا كما قلت لك بغيت نتفادى نضيف شي حاجه حلوه من الفوق. جات بنينه، ياكلوا وليداتنا غير هكاك، راه رائعه بزاف بزاف. نتمنى يعجبكم الوصفه ديال نهار اليوم، لي كاب كيك رائعين صحيين. وكما قلت لكم الا بغيتو ديرو صحيين 100% ضيفوا ليهم دقيق كامل، راه ما كيكونش نهائيا فرق، بالعكس كتكون هشيشه اكثر. كيجيو سوفلي هكا. الكميه اللي استعملت معكم ملعقه ونصف كل قالب، يمكن لك تستعملي غير ملعقه واحده، ولا عندك لي كاب كيك اخرين، ولا تخلي الخليط حتى ديري مره اخرى، راه ممكن يضيف يخرج لك من 20 حتى 24 قطعه. شوفوا هنا غادي نبارطاجي معكم، نحل معكم باش تشوفوها كيفاش طريه. كتجي بحال كما قلت لكم برونيز، كتجي بحال سارده شويه من 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 هكا من الداخل، حيت داك البونز اللي درنا عطى واحد الطراوه رائعه بنينه كدوب في الفم. شوفوا كيفاش هشيشه، شفتوا بحال ضفنا قطعه ديال الشوكولاته، وهو غير داك الموز اللي ضفنا هو اللي عطاتو هاد الطراوه. لا فيديو ديال نهار اليوم هو هذا، نتمنى يعجبكم، وما تنسونيش ملي لايك ديالكم واشتركوا معايا في القناه، بارطاجيو لا فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم فائده للجميع. شكرا للتفاعل ديالكم والاشتراك ديالكم. مرحبا بالجدود بالقدامى، خليت لكم رحمه الله. كنضرب لكم ميعاد فيديو جديد، وصفه جديده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.